هذا راه سبب ما يعرف على النسبه اللي مشاو للانتخابات شحال النسبه حيت 20% اللي تيمثلوا هذا الشيء راه ما عندوش حتى الصفه القانونيه باش يقدر يقول لك راني عندي الشعبيه خرجوا للزنقه واش هذه الهضره اش حاجه صوت عليك النسبه ديال التصويت شحال هو 20% هذه هي النسبه اللي تيهضروا عليها خصو يحشم على راسه كل حسب الموضوع لا يخفى على الجميع الديمقراطية في المغرب لا زالت شابة ابتدأت سنة 1992 ويقودها ملك شاب ونحن كشباب ملزمون باقتحام هذا الميدان الذي أرض حكر العالم قيادات هامات ومتمسكة ولا يخفى للجميع ايضا ان هذا الحراك الذي يوجد في البلدان العربيه والثورات العربيه كان الشباب له دور هام بما في هذه الثورات وفي تغيير الانظمه الدكتاتوريه التي كانت لا تعطي حق الشباب التنبيه عن ارائهم أما بالنسبة للمغرب الحمد لله والحمد لله نحن نخوض ثورة في الأحزاب وهادئة وخص الشباب يدخلوا للأحزاب وينظروا في الأحزاب هذه أول حاجة أما بالنسبة للمغرب كانت واحد الحركة 20% خرجات وبغات عن مشاكل الشعب وكان نسبة كبيرة كانت نسبة كبيرة تتكون الشباب لهذا أنا السؤال ديالي نطلق على الإخوان غتسجل ما هو؟ تكون من الناس اللي عاونوا صحاب المنصه ماشي تزيد علينا العيب مرجو سي مارورو يتكمل اخي المذكره اسئله ما هو تصوركم حول هويه الشباب المدنيه بعد 20 فبراير وماذا فعلت في احزاب لاستقطاب هذه الفئه الى ولوج العمل السياسي السؤال الثاني هل لا زال هناك مبرر لوجود تنظيمات موازيه للحزب بالمغرب أم أن هذه التنظيمات استنفذت الأدوار والمهام التي أنيطت بها في مراحل سياسية سابقة؟ وهل تشكل التنظيمات الموازية اليوم روابط أساسية للعمل الحزبي؟ أم أنها أصبحت تلعب نقيض الأدوار التي لعبتها في السابق؟ وهي بذلك قد تشكل عقلة للتطور التنظيمي والسياسي الممكن للحزب. وشكرا. شكرا سيدي.